قليل. مراسل البرنامج في جدة وليد الخضير التقى مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد هذا الاستقبال الذي تم اليوم. ما في شك في امتداد للدعم السخي الذي يوليه سمو سيدي ولي العهد لكل ما في صالح للرياضة السعودية وتحديدا لكرة القدم. اليوم تشرفنا جميعا بالاستماع لكلمات سموه التحفيزية، أعتقد شفنا في الخبر اللي صدر كانت كلماته تنم عن اهتمام ووضوح تام للهدف اللي يحتاجه من المنتخب السعودي، تمثيل مشرف دون أي ضغوط، دون أي يعني رفع سقف توقعات في مجموعة لن تكون سهلة. لكن الحمد لله يعني بعد الزيارة وحديث اللاعبين والمدرب أعتقد أنه كانت الزيارة دافع معنوي، عطت دافع معنوي قوي جدا. إن شاء الله بحول الله يعني نظهر بمستوى مشرف، وإن شاء الله أيضا يكون مقرون بنتائج طيبة بحول الله. هي طال عمرك الرسالة سمو سيدي كانت واضحة، نحتاج مستوى مشرف، استمتعوا في اللعب بدون أي ضغوط. بالأكيد الواجب علينا الآن كل لاعب اليوم حينزل الملعب أصلا هو عنده ضغط داخلي، اللاعب يبغى يؤدي، يبغى يشرف بلده، يبغى يؤدي يعني أداء مشرف لتاريخ وطنه ولتاريخ تاريخه هو كلاعب. فما في شك إحنا الجمهور نقول إنه حنأدي بحول الله مستوى يليق بما وصلنا له ككرة قدم سعودية. أيضا نستدرك إنه المجموعة فيها منتخبات تتفوق علينا فنيا، لكن هذا لا يعني إن إحنا حنروح نؤدي أداء عادي ونرجع، لا، إن شاء الله بإذن الله حنشوف أداء رجولي، أداء قتالي، والنتائج بالنهاية بعلم الغيب، لكن المستوى بحول الله وتحديدا بعد هذه الزيارة الكريمة حيكون إن شاء الله مستوى يرضي الجماهير السعودية. مستوى الإصابات رئيس، شفنا إصابات كثيرة بالمنتخب. الإصابات طبعا فواز القرني لا يزال يعني يحتاج فحوصات، أعتقد غدا عنده فحص. عندنا سلطان الغنام وناصر الدوسري في مرحلة تأهيل في أسبيتار في الدوحة. عندنا ياسر الشهراني أيضا في مرحلة تأهيل في عيادة نادي الهلال. ما تبقى تقريبا يعني سالم بعد عملية الزائدة في مرحلة الآن بدأ الجري، وأعتقد إن شاء الله خلال الأسبوع تقريبا يمكن يبدأ إذا مو قبل في التمارين. الباقيين الحمد لله يعني جاهزيتهم جيدة جدا، ولذلك المدرب اختار 33 اسم لأنه متحسب لا سمح الله إذا في بعض الإصابات لم تتمكن من العودة أو جاهزيتها تكون جاهزة، عنده 7 أسماء إضافية، لأن التشكيل النهائي التي حتقدم في 11 أو 12 نوفمبر حتكون فقط 26 اسم. إن شاء الله الجمهور يستمتع بأجواء رائعة جدا، وإن شاء الله بحول الله حتشوفون المباريات اللي حيخوضها المنتخب السعودي حتكون مليئة بالجماهير السعودية، واللي حتكون إن شاء الله حافز للاعبين. بالنهاية نتمنى إن شاء الله التوفيق لهم، ونتمنى إن شاء الله تظهر نتائج طيبة تفرحنا جميعا قيادة وجمهور إن شاء الله.